زميلنا العزيز طبعا وموجود حاليا في النادي الاهلي فرع الجزيره، زميلنا العزيز محمد توفيق، عشان نتابع معاه تدريبات النادي الاهلي واخر الاخبار والمستجدات. يا توفيق كل سنه وانت طيب، واهلا بيك معانا في الاهلي في رمضان، وسامعينك اتفضل. مساء الخير يا كريم، مساء الخير يا نهوان، تحياتي ليكم وضيوفكم الكرام بالطبع كابتن صديق جمال وكابتن احمد عبد الفتاح وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. ليله رمضانيه جديده والاهلي في رمضان، زي ما انت قلت النادي الاهلي خلاص يعني صفحه الكاس، والحمد لله الف مبروك، ببارك لكم، ببارك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان حظ بطوله الكاس ال 38. على طول بنقفل الصفحه وبنخش في بطوله جديده، ده قدر النادي الاهلي الدائم، بطوله الدوري والعوده ليها ان شاء الله. مباراه فاركو بعد غدا باذن الله في 9:15 على استاد القاهره، مباراة الجولة ال 25 بإذن الله تكون مباراة قوية والنادي الأهلي يكون موفق فيها، وتحقيق الفوز لتأكيد الصدارة والاقتراب خطوة بعد الثانية بإذن الله من اللقب ال 43 لبطولة الدوري العام. يمكن التدريب ابتدى في العاشرة إلا الربع، طبعا سبقوا محاضرة لمدة 45 دقيقة زي ما مستر كولر على طول معودنا، وبقى دايما في محاضرات فيديو قبل المباريات بيعرض فيها أهم اللقطات للفرق اللي هتقابل النادي الأهلي، أهم خطوطه ونقاط القوة والضعف فيها، وكمان تحليل أداء النادي الأهلي في المباراة الأخيرة والكلام مع اللاعبين في أهم وأبرز الحاجات اللي حصلت في المباراة الأخيرة علشان تلافي النقاط السلبية وكمان تعزيز النقاط الإيجابية في ما هو قادم من مباريات. بعد كده على طول التدريب اتنقل لارض ملعب مختار التتش، كان تدريب قوي جدا، يمكن طبعا امبارح كان اجازه بعد مباراه بيراميدز في نهائي الكاس، ولكن النهارده على طول بقى بنبدا على طول تمرين قوي شارك فيه جميع اللاعبين. عوده طاهر محمد طاهر للتدريبات خلاص بشكل كامل النهارده، ابرز اللقطات في الميران كل اللاعبين موجودين باستثناء طبعا رامي ربيعه اللي بيخضع لبرنامج استشفائي وعلاجي تحت اشراف دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي، وكمان احمد عبد القادر اللي بيواصل برنامجه التاهيلي للاصابه اللي اشتكى منها قبل مباراه المحله. باذن على مباراه فاركو مع صفره الحكم يكون كل اللاعبين جاهزين وفي حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه، وان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي. يمكن على طول بكره كمان في نفس التوقيت 9:15 هيكون في المران الاخير استعدادا لمباراه فاركو، ومن بعدها الدخول في معسكر مغلق ليله المباراه في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره، وان شاء الله بقى يبقى كل التوفيق وكل دعوات جمهور النادي الاهلي مع الفريق واداء مباراه كبيره ومواصله ان شاء الله التصدر والوصول للنقطه 50 باذن الله.